بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين، من أدبه ربه فأحسن تأديبه، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أدب طلب العلم. عني العلماء رحمهم الله تعالى بأدب طلب العلم، وكان هذا الأدب منتشرا موجودا في حلقات الدرس وفي مدارس العلم، وتقلص بعد ذلك من زمن إلى زمن، والمسلمون يحتاجون أن يلاحظوا هذا وأن يعيدوا للعلم هذا الاعتبار ولطلبة العلم هذا المسلك السوي. أهل العلم رحمهم الله تعالى وقد جعلوه علما مستقلا، أدب الطلب، أدب السامع والمتكلم، أدب العالم والمتعلم. تحدثوا فيه عن أدب المعلم والأستاذ الشيخ، كيف يكون متأدبا وماذا يلزم له حتى يكون متصفا بهذه الصفات العالية، صفة الأدب الراقي. وتحدثوا عن أدب الطالب، كيف يتعامل مع أستاذه وكيف يتعامل مع العلم الذي يكون قد اتجه وتفرغ لتحصيله. وتحدثوا أيضا عن أدب الطلبة مع بعضهم البعض. وهذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى من برنامج ويعلمهم، سيكون الكلام والحديث فيها عن أدب طلبة العلم مع بعضهم البعض، وأيضا أدبهم مع الكتاب، وأدبهم حتى مع الأدوات التي يحفظ بها العلم ويدون بها العلم. هذا الأمر المهم في حياة الطلبة، أن يكون بينهم هذا الأدب متعاملا به، ويكون هذا الأدب هو الذي يحكم حياتهم وأوقات دراساتهم. وبعد أن يكونوا قد افترقوا من وقت الدراسة وعن وقت الدراسة، يكون لهم أيضا العناية الفائقة بحفظ هذا الأدب. أول ما ينبغي لطلبة العلم أن يكون بينهم عامل المحبة منتشر، فيحب بعضهم بعضا ويحترم بعضهم بعضا، ولا يمكن لأحد منهم أن يستأثر بالمجلس فيجلس في محل يكون غيره أحق به، لسبب من الأسباب التي تؤهل غيره لأن يكون محتلا ذلك المكان، لأنه عندهم في التأديب إيثار واستئثار. فالإيثار بحظوظ النفس وبما يمكن أن يكون من أمور العاجلة الدنيا، هذا مستحب ومرغوب فيه. وأما أمور الآخرة فيكون الإيثار بها غير مطلوب. الإيثار يكون في أمور الدنيا ولا يكون في أمور الآخرة. ينبغي لطلبة العلم ولطالب العلم أن يكون مع زميله الذي يكون معه دائما حسن التعامل، وأن يساعد من يحتاج إلى مساعدة، بأن يساعده أيضا في تحصيل المعلومات وبثها إذا كان ممن ليس متفوقا في دراسته أو في بحثه، فيساعده ويكون بالنسبة له أجر من الله عز وجل، ويكون أيضا بالنسبة له مراجعة وتثبيت للعلم، لأن العلم كلما كرره صاحبه يكون أثبت في نفسه، ويكون بالنسبة له أمرا ميسرا إذا كان قد عاود دراسته، ويكون هذا من الإنفاق الذي يكون به الزيادة في العلم. هذا مما ينبغي لطلبة العلم أن يلاحظوه، وأن يكون بينهم هذا المسلك السوي الذي ينفعهم مجتمعين. ينبغي لطلبة العلم أيضا أن يجتمعوا على مذاكرة العلم وعلى مراجعة العلم. وإذا اجتمعوا على مراجعة العلم ودراسة العلم، يلاحظون أمرا يرتب لهم وقتهم ويرتب لهم مجلسهم، أن يكون أحدهم هو الذي يدير المجلس ويدير مجلس المراجعة. وهذا الذي يدير مجلس المراجعة ينبغي أن يكون أعقلهم وأقدرهم على إدارة المجلس، فيعطي كل واحد فرصته في الكلام، ويؤدب كل من كان قد تجاوز الحد بصورة يكون فيها
نوع من التوجيه من غير أن يكون حرج عليه في أي حال من الأحوال. وينبغي له أيضا هذا الذي يرأس المجلس للمراجعة العلمية، ينبغي له أن يحسن التعامل معهم، فلا يجرح أحد ولا يكون منه تجاوز لأحد، ولا يمكن أن يكون أيضا له حتى يكسب ودهم يمكن بأي حال من الأحوال أن يحتقر أحدا أو يقلل من شأنه. من أدب طلب العلم كما يذكر المؤدبون أن يرتب طالب العلم وقته، فيجعل وقتا لعلم كذا وكذا، وقتا لمراجعة كذا وكذا، وقت لأموره الخاصة، ووقت لراحته. هذا من الأشياء التي يذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا العلم الذي هو أدب طلب العلم. وأيضا يلاحظ أمرا آخر، وهو أن لا يقدم المهمة قبل الأهم، وأن لا يؤخر عمل اليوم إلى غد، وأن يكون طالب العلم بالنسبة له حتى يكون له التحصيل الواسع أن يكون يومه أحسن من أمسه وغده أحسن من يومه. بهذا يستطيع أن يجوز المراحل التي يجتازها في تحصيل طلب العلم، فيصبح من الناجحين ويصبح من النافعين للأمة ولنفسه ولأهله. هذه الآداب إذا وجدت يكون الحال مختلفا عند طلبة العلم في طريقتهم في التعامل في حاضرهم، ويؤثر عليهم أيضا في تعاملهم الراقي إذا كانوا قد احتلوا مراكز في المجتمع يستطيعون أن يديرونها بهذا الأدب الراقي الذي نشأوا عليه وساروا عليه أيام طلبهم وأيام دراستهم. أيضا أن يعرفوا قيمة الزمن، الزمن ثمين والوقت ثمين، وطالب العلم إذا كان غير حريص على الوقت يضيع وقته من غير أن يخرج بفائدة، من غير أن تعود عليه عائدة تنفعه في دينه ودنياه. فقيمة الزمن هذه من أعظم ما يمكن للإنسان عامة، ولكن لطلبة العلم خاصة المحافظة عليه، فلا يضيع وقته ولا يضيع زمنه فيما لا يفيده وما لا ينفعه، بل يغتنم كل وقت من أوقاته حتى يكون بذلك قد كسب الوقت وقد حاز السيادة وحصل على ما لم يحصل عليه من ضيع الوقت. العلماء رحمهم الله تعالى لهم في هذا عمل واسع وتجارب واسعة في حفظ أوقاتهم، حتى أن بعضهم وقد كان يدير أمر نفسه ويقوم بالطبخ لنفسه استطاع بعد تجارب متعددة حتى يكسب الوقت أن يكون الأكل الذي يهيئه والذي يرتبه هذا يبدأ الطبخ بما يمكن أن يهيئ من غير أن يلاحظه، وينتهي عندما كانوا يطبخون على الحطب ينتهي الحطب وقد انتهى الأكل بالنضج، بلغ بهم الحال إلى أنهم رتبوا أوقاتهم بهذه الطريقة. فترتيب الوقت بالنسبة لطالب العلم، وأيضا الزمن الذي يحافظ عليه واغتنام الزمن، هذا أمر في غاية الأهمية. من الأشياء التي يذكرونها في ترتيب الزمن وفي حفظ الوقت أن يقوم مبكرا، وأن لا ينام في النهار، وأن يجعل نومه أول الليل حتى يكون إذا استيقظ في غاية النشاط ويكون قد كان له الاجتهاد الذي حصله بما رتب به زمنه ووقته، يكون بذلك له النجاح والفوز، ويكون له أنه يؤدي عمله على أحسن وجه وعلى أكمل ما يمكن أن تكون الأعمال العلمية، لأن العلم ثمين والوقت ثمين، فينبغي أن يحافظ على هذه الأشياء الثمينة التي هو مسؤول عنها، والله سبحانه وتعالى سيسأله عن وقته الذي أمضاه في هذه الدنيا والذي متعه الله سبحانه وتعالى فيه بالصحة، ومتعه بما يمكن أن يكون له من قدرات يستطيع أن يحصل بها ما ينفعه وينفع مجتمعات المسلمين أجمعين. ينبغي لطالب العلم أيضا أن يتدرج في تحصيل العلم، فلا يذهب إلى الكتب المطولة ليقرأها
قبل أن يكون قد رتب نفسه من بداية تحصيل العلم بقراءة المختصرات. فالكتب التي يكون فيها اختصار للعلم وحواصل لمبادئ العلم يبدأ بها، ولا يشتغل بالمطولات أو الكتب التي تكون بعد الكتب المختصرة. هذا من الأشياء التي يكون بها فائدة لطالب العلم إذا كان قد اتجه إلى التحصيل بالطريقة التي يكون له بها فائدة، ويكون له أيضا بها تحصيل علمي، ويستطيع أن يرتب علمه بالطريقة الجيدة التي يكون بها المكسب الكبير في التحصيل العلمي. وأيضا قالوا ينبغي له ولا سيما علماء الشرع أن لا يشتغل بعلم الخلاف إلا بعد أن يؤسس له ملكة علمية يستطيع أن يميز بها الجيد من غير الجيد، والصحيح من غير الصحيح، وهذا أمر مهم جدا. فإذا اشتغل الطالب بعلم الخلاف من بدي أمره يشتت ذهنه، ويتكون عنده شخصية نزاعية يضر بها المجتمع ولا يفيد بها نفسه. بل ينبغي للناس أن يكون لهم المسلك الذي رتبه السابقون بتجاربهم، أن يبدأوا بقراءة علم بتحصيل رؤوس مسائله، بحيث أنه يستطيع أن يلم بالعلم ولو على صورة الإجمال، ويعرف مسائله ولو على صورة الإجمال، ثم بعد ذلك يكون له معرفة بالخلاف، ويعرف هذا الخلاف ومرتبة هذا الخلاف ومكانة هذا الخلاف. في الأزمان هذه التي يدرس فيها ما يعرف بالعلم بالفقه المقارن، هذه ينبغي للطلبة العلم الفقهي ألا يبدأوا بها، لئلا تتشتت أذهانهم فيكون عندهم حصيلة غير مميزة، فلا يستطيعون أن يميزوا فيها بين ما يكون الصح ومقابل الأصح، الأصح ومقابل الأصح، ولا الصحيح ولا مقابل الصحيح. فبهذا يحصل عندهم شيء من الارتباك، ويكون فائدتهم العلمية ضعيفة وهزيلة، ولا يستطيعون أن يعرفوا ما كان قد استقر عليه المعتمد في المذهب. ولذا ينبغي لهم أن يهتموا بأمر هو أن يدرسوا كتابا في الفقه على مذهب من هذه المذاهب المعتبرة المحررة المحققة، ثم بعد أن ينتهوا منه ويستشعرون أنهم قد ألموا بأبوابه يستطيعون بعد ذلك أن يكون لهم المعرفة لأدب لقراءة كتب الخلاف. وبعد ذلك ينبغي لقارئ كتب الخلاف أن يعلم أن هذه الخلافات إنما نشأت عن اجتهادات، ولم تنشأ عند أهل العلم عن هوى نفس أو عن تعصب لأمر يكون خارج النطاق العلمي، حاشاهم من ذلك. والدليل قائم على صحة ما ذهبوا إليه في هذا التحرير وفي هذا التحقيق الذي يقصد به ويتوخى به معرفة مراد الله ومراد رسول الله، والطرق التي يكون بها التأكد من ثبوت ذلك عن المشرع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طالب العلم من أدبه أيضا أن لا يقطع تواصله مع زملائه، لكن بالطريقة التي لا يكون فيها إضاعة للوقت، لأن وقت الطلب ووقت الدراسة دائما هذه من أثمن الأوقات التي تمر على الإنسان في بداية عمره، وتبقى في ذاكرته إلى أن يفارق الحياة. وتكون هذه إذا كان قد تقدم به الزمن تكون من أجمل أيام عمره، إذا تذكرها وتذكر جمال التحصيل العلمي وما كان عليه من إخاء مع زملائه وأصحابه وأصدقائه الذين كان بينهم رحم علمي. قالوا العلم رحم بين أهله، وهذا الرحم يحتاج إلى مواصلة، والمواصلة تقضي أنك لا تنقطع عن من كان لك معه رحم ومن كان لك معه صلة، فيبقى التواصل بينك وبينهم، لا سيما من كان منهم على قدم الاستقامة وعلى قدم تحصيل العلم الجاد، وينفع الناس بعضهم بعضا. بهذه الآداب وهذه الأخلاق التي تأدبت بها الأمة وسارت بها الأمة على هذا النهج وعلى هذا الطريق، نشأت الأجيال الراقية، الأجيال العلمية التي تركت هذا الميراث العظيم، ميراث علمي ومادة علمية قوية متعددة الجوانب متعددة المناحي، لكن مع ذلك هي مخلوطة بأدب جم
والحياة بدون أدب لا قيمة لها. الأدب هو الذي يضبط علاقات الناس مع بعضهم البعض، ويكون لهم بهذا الأدب حياة على أرقى ما تكون الحياة الإنسانية. الحياة الإنسانية لا بد أن يكون لها ذوق، والذوق أمر مهم. ونحن إذا لاحظنا في كثير من التشريعات التي وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليها وعلمها أصحابه وأصحابه نقلوها إلينا، نجد أن الذوق الإنساني الذي يعرف بمقتضى ما يكون عند الإنسان من تمييز للأمور جاءت على أرقى ما تكون هذه التشريعات وهذه الآداب وهذه الأخلاق. عندما يكون الإنسان مع زميله يحترمه ويحترمه، ويكون الاحترام بينهم متبادلا، ويتعاطون حياتهم سواء كانت حياتهم الدراسية أو كانت حياتهم التي يكون فيها أمر المعاش الذي يضبط الذي يحتاج الناس إليه في إقامة معاشهم، وأيضا ما يمكن أن يكون مآلات لهم بعمل صالح يقدمونه زلفى إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يكون الناس بهذا الطريق وبهذا الوصف، على هذا المنحى تكون العلاقات راقية وتدوم. والعلاقات هذه إذا أريد بها وجه الله والاقتداء برسول الله والتأسي به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وبالسلف الصالح من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالعلماء العاملين الصالحين الذين أدبوا الأمة على أرقى ما تكون هذه الآداب، يكون بعد ذلك لهم الصداقة والأخوة الدائمة. وهذه الأخوة الدائمة يكون ثمرتها العظيمة الكبيرة أن الله سبحانه وتعالى قد جمعهم في هذه الدنيا على ما يمكن أن يكون لهم به، أنهم يستظلون بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله يوم الدين. بهذه الآداب وبهذه الأخلاق التي علم الناس صلى الله عليه وسلم بها الأمة ورباهم صلى الله عليه وسلم، يكون لهم الفوز ويكون لهم النجاح. بذل المجهود، لا بد أن يكون الإنسان له مقصد، ومن أجل حصوله على هذا المقصد وتحصيله من لهذا المقصد ومعرفته بهذا المقصد يبذل جهدا حتى يصل إلى ذلك المقصد. فبدون أن يتصور المقصد لا يمكن أن يكون الاستعداد حتى يصل إلى ذلك المقصد، ويكون ذلك المقصد معلوم عنده وقته وما يحتاج إليه حتى يستعد له الاستعداد الكافي الكامل. فطالب العلم لا بد أن يتصور المادة العلمية التي يدرسها وما يحتاج إليه الدرس من أوقات يفرغها وأوقات يستطيع أن يحصل فيها العلم، حتى يستطيع أن ينتهي من دراسته وقد حصل الحصيلة العلمية من غير أن يرهق نفسه. في زمننا كثير من طلاب العلم الذين يحرصون على النجاح فقط يكون حصيلتهم العلمية ضعيفة، فتجده يهمل المراجعة ويهمل المطالعة ويهمل اللقاء مع زملائه لتحصيل العلم ودراسة العلم ومراجعة العلم، حتى إذا آن أوان الاختبار فتجده يبذل وقته ليلا ونهار حتى يحصل على النجاح المكتوب في الورق. وبعد ذلك إذا سألته وبحثت معه في المسائل التي يكون قد درسها تجده قد نسيها أو تجده لم يدرسها وأغفلها، ثم أراد أن يختبر وحصل أي شيء يكون له به النجاح الورقي الذي لا ينفعه ولا يفيده ولا يفيد الأمة. الأمة تحتاج إلى أنها تحصل العلم بهذا الطريق الناجح المرسوم من قبل أهل الاختصاص، حتى يكون التوفيق لها من الله عز وجل، ويكون لها بسبب الأسباب وبمقتضى الأسباب التي حصلتها وبذلتها النتائج الحسنة. اللهم بارك لنا في العلم واجعلنا من أهل العلم، وبارك في طلاب العلم واجعلهم مكتفين لسيد المرسلين في أقوالهم وأعمالهم وطريقتهم، متأدبين بآدابه متخلقين بأخلاقه، واكتب لهم التوفيق والنجاح في حياتهم يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.